اول حاجه انا جاي اول ما قلت ان سيد احمد مرتضى نزل انتخابات مبسوط جدا لانه شاب اولا الناس الكبيره فوق دماغنا طبعا والناس الخبرات اللي السنه فاتت هدى بس انا شايف ان الاستاذ احمد عنده ميزه ان هو عايز يعمل حاجات لاهالي الدور واهالي العجوزه انا مدرسه انا اساسا من بولاية دكرور جنبكم هنا في حاجات كتير لازم تتغير اعتقد ان شاء الله باذن الله ان انتوا لازم تقفوا مع المرشح الاستاذ احمد مرتضى منصور قيمه كبيره بالنسبه لنا لعيبه نادي الزمالك بتحبه في نفس الوقت اعرف ان مش معنى ان هو عضو مجلس اداره في نادي الزمالك فالاهلاويه ينسوه لا هو عايز يشتغل الاهلاوي قبل الزملكاوي والزملكاوي قبل الاهلاوي يمكن انا يمكن ناس كتير تعرف ان انا من البيئه برضه منطقه شعبيه البيئه ارشح طبعا وسالب استاذ احمد مرتضى زي ما بنقول قال طبعا شاب زينا حاسس بينا كلنا طبعا الموضوع مش متحزب زي ما كنا اهلاويه لا طبعا هو جاي منكم فانا بتمنى له التوفيق وانا واثق والله العظيم خلاص بس انا واثق انه هيخدم لان هو زي ما قلت شاب حاسس بينا كلكم اتمنى ان شاء الله باذن الله كلكم توقفوا معاه وبالتوفيق ان شاء الله.